على رسوله الكريم السيد والي ولاية قديمرة، السيد العقيد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، السيد حاكم مقاطعة السريدان، السادة قادة الأجهزة الأمنية، السادة رؤساء المصالح الجهوية، سيداتي ساداتي، اسمحوا لي بالبداية أن أعبر لكم عن غلطتي لمشاركتكم لنا أفراحنا بمناسبة الاحتفال بالعيد السنوي للحرس الوطني الموافق لثلاثين مايو من السنة. أجل إن الإرهاصات الأولى لتكوين ونشأة هذا القطاع تعود إلى 30 مايو 1912، حيث تم تأسيس حرس الدوائر في تلك السنة، والذي يعتبر بداية الأساس البنيوي لقيام مشروع الدولة الموريتانية فيما بعد، حيث استطاع هؤلاء الحرسيون الشجعان تشجيع مفهوم الدولة وتطبيق حاكمية القانون في بيئة عصية على الضباط تقاسمها إكراهات جغرافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية صعبة. لكن الرأي الأول من الحرسيين واجه تلك الصعاب بإرادة لا تلين لتوج تلك العصامية بظهور الحرس الإقليمي عام 1957 المنبثق عن قانون الإطار وتأسيس الجمعية الإقليمية، ليضي ذلك فيما بعد إلى صدور مقصود 66-59 بتاريخ 23 يوليو 1959 المتضمن تسمية الحرس الوطني. ونتيجة للشجاعة المنقطعة النظير التي جسدها الحرسيون ضباطا وضباط الصف وحرسيون في حرب الصحراء في العام 1975، تم ذلك التحول النوعي الذي بوّل الحرس الوطني مهامه وموقعه وكاريزميته داخل القوات المسلحة الوطنية، إدارة تلك المشاركة المتميزة وتضحية لا متناهية وروح الصفوف الأسطورية. ونرى العلاقة الجدلية ما بين الحرس الوطني والإدارة الإقليمية، تلك العلاقة المتداخلة والمتماهية، فإن هذا القطاع ظل منفجر الاستغلال رقما صعبا في معادلة التطور والأمن. بشكل أهم الشرطة الإدارية وحفظ النظام وإعادته وحراسة السجون وحماية المنشآت الحيوية ومرافقة الأموال ومواكبة المحصلين، إضافة إلى مصادره الاستخباراتية المتميزة والمجرعة طبيعة انتشار هذا القطاع. لذا كان الحرس الوطني بحق واسطة العقل بين الإدارة والمواطن ضمن مقاربة تسعى إلى تقريب الإدارة من المواطن. ويعتبر التجمع الجوي رقم 10 بسيدي بابي والذي تم إنشاؤه بتاريخ 1 مارس 1985 التشكيل العسكري للحرس الوطني المسؤول عن تنفيذ مهام وواجبات الحرس على مستوى ولاية قديمرة من شرطة إدارية وحفظ النظام وحراسة بالسجون والمرافقات. ولقد شهد قطاع الحرس الوطني في الفترة الأخيرة تحولات نوعية في مهامه وبناه التحتية وترصانته القانونية وعدد منتسبيه لكي يواكب المهام والتحديات الطارئة والمتجددة التي توكل إليه. لتخليد هذه الذكرى اليوم يجب أن يكون صمام أمان للحفاظ على المكتسبات وشحنة دفع لتحقيق المزيد على طرب الأصالة والعصرنة، كما يجب أن ننحني في هذا اليوم تقديرا وإجلالا لأولئك الجنود المجهولين الذين ضحوا من أجل ترسيخ مفهوم الدولة والدفاع عن حوزتها مسطرين بدمائهم ملحمة تنضاف إلى ملاحم البطولة ونكران الذات. إننا بحاجة اليوم إلى استلهام تلك الدروس من أجل بناء رجال الرد، رجال المسؤولية التاريخية والفعل المهني الواعي والوعد. عاشت موريتانيا حرة ومزدهرة وآمنة وموحدة، عاشت القوات المسلحة وقوات الأمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.